الطبيعة فيها كنوز كتير، ناطرة مين يكتشفها. وأحد هالكنوز شجرة المريمرة الموجودة باليمن اللي بتقدر تتحمل الطقس الحار والبارد والجيف، والأهم من هيك فينا نستعمل وراء لمعالجة كتير من الأمراض مثل البحث بالكلاوة، الحرارة العالية، الدوخة وتعديل مستوى السكري عند مرضى السكري. وهالشجرة فيها مواد سامة بتمنع الحشرات من دخول البيوت، وفينا نستعمل خشبها لصناعة الأساس، ولكن للأسف هالنوع من الشجر عم بتقل كميته بسبب القطع. أجواء متقلبة بامتياز عم بتسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط خلال اليومين المقبلين. اليوم بلبنان غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة بالمناطق الشمالية. ومنحب نذكر أنه درجات الحرارة عم تفرق بين نهار والليل 10 درجات. كرمال هيك ننصح الكل أنهم يحتفظوا بجاكيت معهم حتى ما ينصابوا بالرجح والجريب. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. منروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل معدل درجات الحرارة بعكار 10، طرابلس 20، جبال 20، برمانة 17 درجة. ننتقل من بعدها إلى صيدا 20، بنت جبال 13، نبطية 14 درجة، راشية 11، زحل 11، بعلبك 11، الأرز 8 والهرمل 17. أما الرطوبة فبتتراوح بين 30 و75%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و45 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ منشوف سوا. لليلة 10 وأقصاها 22، نهار الخميس بتتراوح بين 11 و23، والجمعة الطقس عم بيتحسن وبتتراوح درجات الحرارة بين 12 و23 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. ومنبدأ مشوارنا من عمان 17، معدل درجات الحرارة بدمشق 21، صنعاء 24، جزائر 22، تونس 25، وأخيرا بباريس عم بتسجل 7، لندن 4، روما 16، ومدريد 13. وهيدا كان كل شيء. باي.